مصر طبعا في الفترة اللي فاتت وبالذات بعد ثورة 30 يونيو وبعد الظروف اللي مرينا بيها، مصر مرت ب يعني حصلت الثورة، ثورة 25 يناير، ولو اني انا بسميها التعبير الادق ليها انتفاضة 25 يناير، وبعدين ما ترتب عليها من تطورات، انتخابات، معارك، مجيء الإخوان المسلمين، ثم التخلص من حكم الإخوان المسلمين، اللي هو كان في الحقيقة أنا رأيي أنه كان من أهم المكاسب التي تحققت، لأنه الإخوان المسلمين بحكم سندهم إلى أيديولوجية دينية عنيفة مش هم اللي المفروض يقودوا مصر، وبالتأكيد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجسدا لهذه الثورة، الثورة على حكم الإخوان المسلمين، على دولة الإرهاب التي أقامها الإخوان المسلمين لتقوم في مصر يقوم في مصر نظام سياسي مدني. هل هذا النظام كامل؟ لا مش كامل، احنا محتاجين نستكمله، وأنا أعتقد أن هذا هو الغرض الآن من هذا الحوار، أن احنا نصل بمصر في الحقيقة إلى دولة ديمقراطية عصرية بالمعنى الكامل المتعارف عليه في الدنيا كلها. احنا مش هنخترع حاجة، مصر جدير بأن تكون لها وضعها المتميز في العالم، مصر أمة لها قيمتها في هذه المنطقة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وعلى المستوى الشرق أوسطي وعلى المتوسطي، مصر جديرة بأنها تتمتع بنظام سياسي ديمقراطي عصري يتماثل مع كل النظم الموجودة في العالم المتقدم. أنا ده رأيي، هو الهدف من هذا الحوار، وبما أننا الحقيقة بنتكلم بهذه هذا الانفتاح وبهذه الروح صحيح، من حقنا نحن نقول هذا الكلام كله. وده دكتور أسامة يمكن ملاحظة ثانية برضو بأكد عليها أحيانا من حين لآخر فيما يخص هذا الحوار، ودي معلومة يعني مش تحليل، انه مصر فيها قوى سياسيه حزبيه وفيها قوى سياسيه غير حزبيه وفيها نقابات برضه، لكن دعنا من النقابات تمام في القوى السياسيه، القوى السياسيه الملاحظ في هذا الحوار انه من اقصى اليسار تمام في مصر لغايه يعني لو بدانا بحركه شباب 6 ابريل وبدانا بالاشتراكيين الثوريين، مرينا بكل الاحزاب الاشتراكيه ثم القوميه الناصريه ثم يمين الوسط ثم اليمين ثم يعني حتى الحال الاسلاميه حزب النور وبعض المطالبات حتى من حزب البناء والتنميه حزب الجماعه الاسلاميه، انا بتكلم على معلومات مش انه لم يوجد قوه واحده رفضت تمام. بعض الاشخاص انتقدوا ده تمام. حقيقي لكن كمان عددهم محدود، هل ده يدي امل ولا يدي تخوف انه ثوره التوقعات المتزايده؟ لا بالعكس، يدي امل كبير طبعا، بيدي امل كبير، بيدي امل كبير، وانا سعيد ان هذا يحدث، وأنا سعيد باللي أنت بتعمله ده، وأنا سعيد بأن الدولة المصرية انتقلت إلى هذه المرحلة. وكل رحابة على فكرة. طبعا. وكل رحابة أنا بقول ليه بقى؟ ليه بقى؟ لأنه مصر دلوقتي أو الدولة المصرية الآن ليس عندها ما تخشى منه. طب أنت يعني لماذا تخشى الدولة المصرية الآن من الانفتاح؟ لماذا تخشى من الديمقراطية؟ لماذا تخشى من إتاحة الفرصة لكل الناس؟ بعبارة أخرى أنا أتصور الآن أن الدولة المصرية ما فيش بطح على رأسها، خلاص صحيح. يعني اللي عايز يتكلم يتكلم، اللي ليه رعب طبعا في انتقادات للدولة المصرية، إنما هتقول لي إيه هو المعيار اللي أنا هوصل ليه للديمقراطية الحقيقية؟ أن يستطيع أي حزب سياسي، أن يستطيع أي قائد سياسي أنه يوجه الانتقاد الى رئيس الجمهوريه شخصيا، ورئيس الجمهوريه دلوقتي ما عندوش اي مشكله في ان يتقبل النقد، لان ببساطه شديده ده دليل على الثقه بالنفس في امريكا، في بريطانيا، في فرنسا، بتوجه الانتقادات للرئيس هناك، هل ده بيقلل من قدره على الاطلاق؟ قطعا، لانه طالما هو رئيس بيقوم بواجباته كما ينبغي، بيقوم باكبر جهد لإسعاد البلد، بيقوم بأفضل جهد لتطويرها، فقط عن ما فيش ما يخيفه من أي نقد، واخد بالك؟ وأنا أعتقد أن هذا هو أو هذه المرحلة الجديدة يضيها التي أعتقد أن علينا أن ننتقل إليها، أن ننتقل إلى حالة دولة ديمقراطية حقيقية، الناس تتكلم وتقول اللي عايزاه
وتقول اللي نفسها فيه بلا اي حساسيات، لانه ما فيش ما نخشى منه، واتمنى ان يكون هو الحال فعلا. باعتبار حضرتك يعني الان انت ومن فتره طويله من ابرز رموز الحاله الليبراليه يعني الاجتماعيه، تمام، مش عايز اقول يعني تمام، ده التوصيف اللي اقدر افهمه يعني، تمام. دكتور اسامه غزير الحرب شايف النهارده، وده كلام صريح لان البعض يرعى يعني بعض القليل بيشوف انه الديمقراطيه بالمعنى اللي حضرتك قلته، انفتاح وجود احزاب وجود نقد، خطر على الدوله اللي احنا بنبنيها. هل من مقومات بناء دوله بالفعل حديثه ومصريه عصريه وتتوافق مع القرن الواحد والعشرين في خطر عليها من اي ممارسات ديمقراطيه في ظل القانون والدستور؟ لا لا، على الاطلاق، على الاطلاق يا ضيف، على الاطلاق. وانا من افضل العبارات اللي استخدمها الرئيس السيسي عباره شبه الدوله.